قال الجنيد ابن محمد قال أبو سليمان الداراني ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة. نعم. وقال الجنيد، الجنيد هذا من أئمة الصوفية، ولكنه من الصوفية المعتدلين، من الصوفية الأوائل المعتدلين الذين لم يحصل منهم مخالفة للسنة، لكن عندهم عبادة واجتهاد واتباع للسنة، ومنهم الجنيد. نعم.